إذا مشاهدي شوف تيفي، تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات. كنحييكم مدينة وجدة في هذه الأجواء المسائية بطبيعة الحال. إذا الحصيلة الوبائية لكوفيد 19 هي 122 إصابة جديدة بكورونا 24 ساعة الماضية، والحمد لله بدون أي حالة وفاة. كنحمد الله ونشكره أنه كما كنشوفوش الوفيات بالمنطقة الشرقية بطبيعة الحال. إذا الإخوان والأخوات كنشوفوا ارتفاع ملموس في الحصيله الوبائيه، كنهضر على المنطقه الشرقيه خصوصا بمدينه وجده بطبيعه الحال. هذا كيرجع دائما لعدم احترام اجراءات الاحترازيه، ودائما اقولها واذكر اخوان والاخوات، الفيروس لا زال معنا ما دام اننا ما وصلناش للمناعه الجماعيه. خطر الاصابه بفيروس يعني محتملة 70% 60% حتى 80%، لأنه علاش كان قضية أخرى واللي صعيبة شوية هي أنه ما كانش غير فيروس واحد، كاين السلالة الهندية الإنجليزية أوميكرون دلتا، كلهم هادو كاينين في بارتو في المغرب. يعني حتى التحاليل المختبرية كتبين دائما بلي أنه هذا يقدر تكون مصاب دلتا هذا. يعني وكنشوف نجيو نشوفوا وزارة الصحة الحصيلة اللي عندهم يعني عدد الحالات، غادي يقول لك مثلا كاين 50 أوميكرون 60 دلتا 70 إنجليزية 80 هندية ومجموعة. واللي كنركز عليه أيضا دائما كنقولها وكنعاود نكرر، الناس اللي كتوفى بهذا الفيروس 99% ما دايرينش الفاكسان. الفاكسان اي نعم ماشي يقيك من الفيروس، ولكن حمايه، واحد الحمايه من المضاعفات بهذا المعنى، يحميك من المضاعفات ديال الفيروس. يعني الا تصابيت بكورونا ما كتوصلش للمرحله الحرجه، كتوصل غير واحد المرحله وكتدوز بخير وعلى خير بطبيعه الحال، كدير تريتمون والدواء بروتوكول صحي وبروتوكول ديال الادويه ديال كورونا راه باين، لي فيتامين سي الزنك مهم، مجموعه تاع الامور اللي شفناها نهار الاول بطبيعه الحال. كاينه مساله اخرى اللي نركز عليها ونقول عليها، هو انه الناس اللي ما دايرينش الفاكسان، ما غاديش نقول لكم سيروا ديروا الفاكسان، حنا غادي نهضروا بمنطق الحمايه. خاصك تحمي راسك، كيفاش غادي تحمي راسك؟ بطبيعه الحال كمامه، تعقيم، دائما النظافه والتباعد، لان علاش انت تقدر تصاب بالفيروس وتقدر تكون عندك مناعه بغات بالفاكسان ولا بلا فاكسان، كاين اللي تبارك الله عنده المناعه بلا فاكسان بطبيعه الحال. انت اللي ما دارش الفاكسان وكتمشي للدار وتقدر تلقى مع شي واحد من العائله اللي ما دارش الفاكسان، تقدر تعديه، هو ما عندوش المناعه يوصل لطاب واحد لطاب اللي فينال، واحد لطاب اللي كما كنقولوا حنايا نتاع الحاله الحرجه، وتقدر انت اللي ما دارش الفاكسان تهز الفيروس وتعدي واحد اللي دار الفاكسان، وانت تتاثر وتكون حاله حرجه، وهذاك اللي دار الفاكسان ما يتاثرش ويقدر يتلقى مع واحد اللي ما دارش الفاكسان ويعاديه ويقدر يموت بالوباء. لهذا كاين بزاف تاع الناس اللي كينتقدوا كي كنهضروا كنقولوا الله يخليكم سيروا ديروا الفاكسان ديالكم حميوا راسكم هذه. لهذا انا دابا ما كنقول لكمش ديروا فاكسان، غادي نحترموا القناعات الشخصيه ديالكم وغادي نقول لكم حميوا راسكم، احترموا الاجراءات الصحيه، لان هذا الشيء اللي كنشوفوا انايا كنشوف غير الادارات العموميه وبعض المؤسسات وبعض المطاعم وبعض بعض اللي كيجي داخل كيطلب منك انك تعقم ودير البافيت، كنحييهم بطبيعه الحال، كيخافوا وكيحترموا القانون، ولكن في الشوارع بعض المقاهي وكما كتشوفوا يعني انايا هنا مدينه وجده لا ارى اي مظاهر للحمايه من الفيروس، لا كمامات ولا تباعد ولا شي حاجه، الامور عاديه جدا. ماشي غير في وجده، يعني في ربوع المملكه المغربيه، يعني الا قلنا في ربوع المملكه المغربيه ما كانش اجراءات احترازيه وما كنحترموش هذوك البروتوكول ديال الحمايه، تباعد، كمامه، تعقيم، الو سي نورمال غادي نشوفوا ارتفاع في عدد الحالات، وفيات، اصابات جديده،
لو اننا هو الانجليز ما بقاتش كورونا صافي، حيدوا الكمامات حيدوا كل شيء. حتى حنايا كنحلموا بغينا شي نهار المغرب بلادنا نغمضوا عينينا غدا نلقاو قرار ديال رفع حاله الطوارئ ورفع الاجراءات الاحترازيه ونرجعوا كما كنا ويطلقوا لنا كل شيء بهذا المعنى. هذا ان شاء الله ماشي حل، بالتكافل الجهود وبالنصائح بيناتنا ان شاء الله غادي نوصلوا لهذه القضيه. اذا نذكركم بالحصيله الوبائيه وما نكثرش عليكم اخوان اخوات باش ما تقنطوش مني. 122 اصابه جديده بكورونا في 24 ساعه الماضيه وصفر حاله وفاه. تحيه طيبه وتبارك الله عليكم.